السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما في تمام الصحة والعافية. طلبا للعديد من المتابعين أو في القناة خوتي، غادي نعطيكم موقع فين يمكن لكم أنكم تعدلوا على الصورة، تموديفيو لي طاي ديال الصورة بالنسبة لفيزا فيزيتور كندا. راكم عارفين ملي كتمشيو تبغيو أنكم تيليفيرسيو لي دوكيمون ديالكم في لو سيت إر سي سي، ضروري خاص تكون الصورة كتحترم المعايير والشروط المطلوبة باش يمكن لكم انكم تيليفيرسيوها في المكان ديالها. كيف ما كتلاحظوا هنايا في موقع ديال اي ار سي سي، ضروري الصورة تكون محترمة الشروط والمعايير. دونك هنا كما كتلاحظوا الاخوان والاخوات، طاي ديال ليماج او موان تكون فيها 420 على 540 بيكسل. الوغ الموقع اللي نعطيكم الاخوان اللي هو هذا، راه ساهل، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اولا في الديسكريبسيون. فوالا، اون فوا كتدخل للموقع طريقه سهله، يمكن لك انك تبقى من خلال الحاسوب ماشي الهاتف، الحاسوب الاخوان بي سي باش كيعطيكم فورما اكزاكت. دونك هنا غنمشيو نسيليكسيوني واحد لا فوتو ديال ان كليون. فوالا، دونك هنا عندنا لا فوتو، الفوتو تكون جي بي جي، ضروري تكون فورما جي بي جي. فوالا، غادي ندير اوفغيغ. دونك ها هي لا فوتو، هي هادي ديالنا كما كتلاحظوا. هنا غادي نمشي لهاد الخانه هنايا. فوالا، لاحظوا معايا دونك شنو الفورما اللي عطينا، 420 على 524 بيكسل. فوالا، اول حاجه غادي نحدد هنايا الطاي بيكسل. فوالا، هنا غادي ندير 420 على 540، غادي نخليها جي بي جي او لا جي بي جي عفوا. فوالا، دونك الصوره اوتوماتيكمون كتقاد ليها لا طاي على حساب الفورما اللي انا حددت. فوالا، 420 على 540 بيكسل فورما جي بي جي. فوالا، لا فوتو كظهر لينا على هذا الشكل. دونك الفورما كتقاد اوتوماتيكمون. غادي نمشي نكليكي على نيكست. فوالا، دونك هنا لا فوتو كيف ما كتلاحظوا هي غادي تيليشارج. فوالا، هي تيليشارجات لينا بدون اي مشاكل. دونك فوالا، غادي نحطوها مع لي دوكيمون، نعطيوها واحد الاسم. فوالا، دونك كما كتلاحظوا هاي لا فوتو ديالنا. دونك هنا نقدروا الان نمشيو لو سيت، كليكي على تيليفيرسي لو فيشي، شوازير ان فيشي، غادي نمشي لا فوتو اللي هي هادي. فوالا، اوفغيغ تيليفيرسي لو فيشي. دونك لا فوتو غادي تيليفيرسا بدون اي مشكل. فوالا، كما كتلاحظوا كليكي على روتورني افو دوكيمون. هانتوما كيما كتلاحظوا لا فوتو تحطات بشكل جيد. اذا هذه الطريقه الاخوان اللي باش انكم تعدلوا على الصوره بخصوص فيزا سياحه ولا فيزا كندا ولا اي فوتو متعلقه بالفيزا. هذا هو الموقع اللي نخليكم في صندوق الوصف ديسكريبسيون. خوتي، تبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.